لكن خلينا في التطورات الآنية. فكرة جمع التوكيلات الآن، هناك تصريحات لحملة حمدين ولحمدين نفسه بأن هناك معوقات واجهت هذه الحملة تعطي مؤشرا بأن الحياد لن يكون واضحا أو موجودا بشكل كبير. ممكن حضرتك تقول لي يا أستاذ أحمد إيه المؤشرات اللي استندتوا إليها في هذا الأمر؟ طيب، أولا ما شاهدناه خلال الثلاث أيام الماضية في مجموعة من المعوقات حقيقية، مش في المجمل، يعني ما اقدرش اقول ان كل شارع عقاري على مستوى الجمهوريه واخد قرار او امر نفذه امنعوا حمدين، ما اقدرش. لكن هناك موظفين داخليين، انا هتكلم على كل الشكاوى، موظفين داخليين، نوع من انواع التعنت في التعامل في اصدار التوكيلات، ونوع من انواع الانحياز في فكره ان انا ادعو الاخرين او ان انا اجيب بطايق، برغم ان القانون بيقول ان لازم يكون الشخص اللي بيعمل توكيل واقف قدامك، لكن ما ينفعش اخش معايا 20 بطاقه واعمل توكيلات فالموظف يعملها لي لمجرد ان انا بعملها للمشير عبد الفتاح السيسي. انا حطيت هذه الوقائع بالاماكن، يعني شارع عقاري كذا، شارع عقاري كذا. ممكن تديني نماذج؟ طبعا. حصل في شارع عقاري اويسنا، وشهر عقاري الاقصر، وشهر عقاري مصر الجديده اللي حصل قدامها ضرب الاعضاء عندنا امبارح، وحصل في بعض المواقع الاخرى مثلا في شمال سيناء وجنوب سيناء في اول يوم لغايه الساعه 2 الظهر. ودي طبعا على الكل، يعني على المرشحين، بس انا في الاخر انا بتكلم على معوق ان ما وصلتش النماذج التوكيلات. بس حضرتك بتقول يا استاذ احمد ان هي ليست بتوجيهات ولكن بممارسات بدت فرديه من وجهه نظر حضرتك. انا ما اقدرش اقول ان انا ما عنديش معلومات تقول ان هناك امر ليه نازل كده من رئيس الشارع العقاري بيقول يا موظفين امنعوا حمدين، ما اقدرش اقولها لك، لكن عندي وقائع وبدات تزيد. فانا كل دوري ان انا اعمل ايه؟ ان حصل اتصال ما بين الاستاذ حمدين ومستشار وزير العدل، مساعد وزير العدل لشؤون الشارع العقاري، وقال له انا عندي وقائع 1 2 3 4، فطلب مننا ان احنا نعمل شكوى رسميه حطينا فيها كل الوقائع بالموضوعات اللي حصل فيها. انا مش هحاسب على ما يحدث خارج الشارع العقاري، يعني ما اقدرش احاسب الشارع العقاري على ان في مين من اعضاء حاملين لصور السيسي فضربوا اعضائنا وغيره، دي جهات امنيه بالفعل، احنا طلبنا من الجهات الامنيه وعملنا محاضر ان الاعضاء اللي انتم مسكتوهم دول او الناس اللي انت قبضت عليهم دول حققوا مع